الإنسانية وتتنافى مع كل القوانين والاتفاقيات الدولية. أخونا البطل الغدنفر أبو عطوان المضرب منذ 40 يوما وموجود حاليا فيما يسمى مشفى الرملي، حيث تعرض للضرب والشبح والتنكيل والنقل المستمر في محاولة لإجباره على فك إضرابه، وتعتبر حالته الأصعب من بين الأسرى الخمسة المضربين، حيث تناقص وزنه بشكل كبير ويعاني من أوجاع وأرهاق وتعب وآلام مستمرة في كافة أنحاء جسمه. قبل يومين زاره محامي هيئة الأسرى، وهناك موعد آخر بعد يومين راح يتم زيارته مرة أخرى. الأسيران عمر الشامي ويوسف العامر مضربان منذ 14 يوما ومحتجزان في زنازيل سجن مجدو ويعيشان ظروف حياتية معقدة. الأسير خضر عدنان المضرب منذ 15 يوم وموجود حاليا في زنازيل سجن مجدو. أما الأسير جمال الطويل والمضرب منذ 11 يوما مطالبا بإنهاء الاعتقال الإداري بحق ابنته بشرى المعتقلة منذ تشرين الثاني من العام الماضي ومحتجز في زنازيل سجن هشرون، وبنته مش أول مرة تعتقل، أكثر من مرة تحكم بسجن إداري. أيضا هناك الأسير محمد مسالمي المضرب منذ 10 أيام، أيضا هو إداري ويطالب بإنهاء حكم الإداري. جلسنا قبل عدة أيام مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتحدثنا في قضية أن تستأنف زيارات الأهالي سريعا وضرورة تقديم العلاج الحقيقي للأسرى. حول موضوع الزيارات أبلغنا أنه على أتم الاستعداد لإجراء الزيارة، بده فقط موافقة من الإدارة المدنية، وقبل يومين اتصلوا فينا في سجن عوفر وسجون أخرى قالوا أنه الإدارة بلغتهم أنه الزيارة مسموح فيها ورح يبدأ التسجيل للزيارة قريبا. وإحنا من جانبنا في هيئة شؤون الأسرة طعمنا معظم أهالي الأسرة 2 وفي ناس طعموا 3 ليكونوا جاهزين لزيارة أبنائهم. وتكثيف الزيارات الصليب طلبنا منه طبعا لأقسام الأطفال والأسيرات والتدخل لدى حكومة الاحتلال وإدارة السجون لوقف الهجمات والاعتداءات على الأسرة وغيرها من المواضيع التي تتعلق بالكانتينة والحياة اليومية. في الختام أتوجه بالشكر الجزيل لوسائل الإعلام والصحفيين الذين يثبتوا كل يوم أنهم شريك أساسي ورئيسي في مسيرة النضال والدفاع عن أسرانا وأسيراتنا من خلال فضح جرائم الاحتلال بحقهم، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية نتوجه بالتحية للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يواصلون هذه المعركة الباسلة في مواجهة قانون الاعتقال الإداري، الذي هذه معركة فتحت ويبدو أنها لن تغلق إلا بوقف العمل بهذا القانون المتخلف. نحيي الأسرى المضربون عن الطعام وفي مقدمتهم الأخ المناضل البطل الغضنفر أبو عطوان الذي امتد إضرابه طيلة هذه الفترة ولم تكتفي إدارة السجون بكل الإجراءات التي مورست بحقه بغرض كسر الإضراب وثنيه عن الاستمرار فيه في نهاية المطاف، ويبدو أنه تحت وطأة إحباطهم ويأسهم من إجراءاتهم قد لجأوا للاعتداء الوحشي السافر عليه الذي اقتضى نقله إلى المستشفى. وكما يعلم الجميع فإن سلطات الاحتلال لا تسارع إلى النقل للمستشفى المدني إلا إذا استشعرت خطرا على حياة من تم الاعتداء عليه وكذلك بقية إخوته. وقد بات معروفا لدى الجميع بالمسيرة الشاقة للإضراب عن الطعام، وتحديدا حين يكون إضرابا
يعني بين قوسين صحيح ان 6 اسرى مضربين الان، ولكن كل على حدة، يعني لم يدخلوا في يوم واحد وضمن برنامج واحد، الهدف واحد صحيح، ولكن عادة إدارة السجون يعني تستغل وتحاول أن تستفيد من وجود كل أسير على حدة في هذا الإضراب. يعني نحن ونظرا للحالة الناشئة أيضا في الشهر الأخير بالارتفاع الكبير في عدد المعتقلين والعدد الكبير في أوامر الاعتقال الإداري، صدر ما يزيد عن 200 أمر اعتقال إداري جديد، أكثر من نصفهم لمعتقلين جدد، يعني أنه العدد الإجمالي للأسرى قد ارتفع، العدد الإجمالي للمعتقلين الإداريين ارتفع، عدد المضربين ارتفع، وهناك مؤشرات إلى أن الأسرى وكما يبدو يخططون لعمل أوسع بالإضراب عن الطعام على غرار ما حدث في العام 2014. وتذكرون آنذاك أن الإضراب استمر 64 يوم، ثم بدأ العدوان على غزة في ذلك الوقت، وإلا كانت يعني هناك يعني بعض المؤشرات لإحداث تصدعات عميقة في قانون الاعتقال الإداري. نحن يعني بهذه المناسبة ومساندة للأسرى المضربين عن الطعام جميعهم، أخونا المناضل الغضنفر، أخونا خضر عدنان، جمال الطويل، عمر الشامي، ويوسف العمور، ومحمد المسالمة، هؤلاء يعني يحملون راية في الدفاع عن حقنا جميعا، حق من هم في الخارج وحق من هم في الداخل تحت القانون الاعتقال الإداري في أن يكونوا أحرارا. لذلك يعني حري بنا أن نتضامن معهم وأن نساند نضالهم بكل الوسائل، التي من بينها هذه الفعالية، ونحن نشكركم أيضا لتلبيتكم الدعوة. كذلك ندعو الأحزاب الفصائل لتولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا، كذلك المؤسسات الرسمية سواء وزارة الخارجية أو دائرة شؤون المفاوضات من خلال سفرائنا وممثلين في كل أنحاء العالم وتحديدا في الأمم المتحدة. وكلنا رأى ما تسرب عن طريق صحيفة الهارتس، الفيديوهات التي وثقت جزءا يسيرا من عمليات القمع التي تمت قبل سنتين وبضعة أشهر في معتقل النقب. تلك صورة يعني اللي بده يعمل مقاربة، الصور التي شاهدتموها، تخيلوا حين يستفردوا بأسير مثل غضنفر أبو عطوان مضرب عن الطعام، يعني خارت قواه أن يعتدى عليه. هناك يعني كانوا يعتدوا على حوالي 120 أسير في وقت واحد، بينما حين يستفرد بأسير لوحده الأمر يكون أصعب وأكثر ألم وأكثر معاناة. وأيضا تذكرون أنه نتيجة لهذا الضرب قد استشهد الأسير عزيز عويسات في إحدى الزنازين، وادعوا آنذاك بأنه تعرض إلى جلطة، يعني أنهم يعتدوا ويضربوا حد أن حياة الأسير المعتدى عليه تكون مهددة بالخطر. ندعو جالياتنا وسفاراتنا والمنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني لرفع صوتهم كما رفعوه وكان واضحا ومجلجلا في قضية القدس والاعتداءات على الشيخ جراح وسلوان، وكذلك العدوان على غزة. هذه قضايا يعني إذا ما تضافرت كل الجهود بكل تأكيد سوف يكسر الموقف، موقف الاعتقال الإداري. وأخيرا أوجه تحية لأسرة الأخ المناضل الغضنفر أبو عطوان لمشاركتها معنا ومحاولتها أن تقف وتساند ابنها الأسير البطل المضرب عن الطعام. ويعني دائما العائلة لعبت دورا رئيسيا في تسليط يعني تسليط الضوء والاهتمام الكبير بقضية المضربين عن الطعام. شكرا جزيلا. طيب بعد التحية لأسرانا وأسيراتنا في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية، جاءت الضرورة لعقد هذا المؤتمر الصحفي لتسليط الضوء على ما يجري داخل هذه السجون الإسرائيلية، على ما يجري بحق الأسرى بمختلف فئاتهم وتشكيلاتهم داخل السجون الإسرائيلية،
على ما يجري من اعتداء وعزل متواصل بحق الأسير البطل المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان وإخوانه ورفاقه الذين يتواصلون في هذا الإضراب المفتوح عن الطعام، العارف والشامي ومسالمة والطويل والشيخ خضر عدنان، حيث أن كافة هؤلاء الأسرى يتواصلون في معركتهم، معركة الأمعاء الخاوية، ضد استمرار هذا الاعتقال الإداري بحقهم. هذا السيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والذي يجدد لهم هذا الاعتقال الإداري أكثر من مرة. وخير مثال على ذلك ما يجري بحق الأسير البطل الغضنفر أبو عطوان، الذي يجدد له هذا الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي. وغالبية هؤلاء الأسرى المضربين هم كانوا قد خاضوا إضرابات مفتوحة عن الطعام بملحمة أسطورية بطولية في النهاية أدت إلى انتصارهم على الجلاد وعلى الاعتقال الإداري، بتحديد سقف زمني للإفراج عنهم من الاعتقال الإداري. مجمل الانتهاكات والاعتداءات والعقوبات الجماعية والسياسات الانتقامية التي تمارسها إدارة مصلحة السجون ووحدات القمع بحق أسرانا وأسيراتنا داخل السجون الإسرائيلية هي مدعاة بأن يتحرك الشعب الفلسطيني بكل قواه الحية وألوانه السياسية لنصرة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية في مختلف المحافظات الفلسطينية. لم يعد هناك أي مبرر لعدم وجود فعاليات ترتقي إلى مستوى الآلام والجراح والعذابات التي يعانيها الأسرى بشكل عام داخل السجون الإسرائيلية، وأسرانا المضربين إضراب مفتوح عن الطعام بشكل خاص. وهنا لا بد أن نسلط الضوء على أن الأسرى المحررين كانوا في دائرة الاستهداف خلال هبة القدس والأقصى والدفاع عن المقدسات في مدينة القدس، حيث ارتقى شهداء العديد من الأسرى المحررين في مختلف المحافظات الفلسطينية، وتم استهداف العديد من الأسرى المحررين من قبل الوحدات الخاصة الإسرائيلية، ومنهم الشهيد البطل فادي وشحة والعموري ووسام زيد وغيرهم من الأسرى الذين تعرضوا لإطلاق النار من قبل هذه الوحدات التي تتربص بالأسرى المحررين الذين شاركوا في هبة القدس والأقصى دفاعا عن ثوابتهم الوطنية ودفاعا عن مقدساتهم وضد الاعتداء والعدوان على أهلنا في قطاع غزة، وما نجم عن ذلك من سقوط مئات الشهداء وتدمير آلاف المنازل على رؤوس ساكنيها في قطاع غزة. لذلك نحن نتوجه إلى الكل الفلسطيني من أجل أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه أبنائهم الأسرى، وكذلك نتوجه ونحن من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر لكي تتحمل المؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية أيضا مسؤولياتها تجاه أسرانا وما يتعرضون له من انتهاكات داخل السجون الإسرائيلية، إذ لا يعقل أن يبقى هذا التغول بحق الأسرى والاستفراد بهم. وأنتم شاهدتم جميعا الفيديو المصور الذي وصل والمهرب، حيث كيف يتم الاعتداء على أسرانا داخل السجون الإسرائيلية، إذ لا يعقل أن يتم مثل هذه الاعتداءات وهذه الانتهاكات في عام 2021 على مرمى ومسمع من كل المؤسسات الحقوقية العاملة في هذا العالم الحر والديمقراطي. نتحمل من الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه أسرانا حتى نستطيع أن نوفر لهم شبكة أمان وحماية من هذا العدوان وهذا التغول بحقهم في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية. صباح الخير. طبعا شهد الشهر الأخير، وكما دائما حين يشتد الصراع تستخدم قوات الاحتلال الاعتقال وسياسات الاعتقال كأداة لمزيد من القمع والسيطرة بحق الشعب الفلسطيني. وما كان ملفت للنظر هو استخدام سياسة الاعتقال على فلسطين التاريخية في كافة المواقع، وليصل العدد إلى 3100 أسير تقريبا، كان النصيب الأكبر منها للفلسطينيين في الداخل. وطبعا كان هناك ارتفاع ملحوظ في ممارسة الاعتقال الإداري، تم اعتقال إداري بحق أطفال، بحق صحفيين، بحق ناشطين حقوقيين، بحق أسيرات، وطبعا
تم تسليط الضوء على قضية الإضراب عن الطعام، ولكن باعتقادي أن موضوع الاعتقال الإداري كشكل من الاعتقال التعسفي هو قضية مهمة جدا في ظل الأحداث وفي ظل القرار الدولي من مجلس حقوق الإنسان بإنشاء لجنة تحقيق. حان الوقت لتسليط الضوء على سياسة الاعتقال الإداري كاعتقال تعسفي يرقى ليكون جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تمارس بشكل منهجي وواسع النطاق بحق الشعب الفلسطيني. قبل الأحداث الأخيرة عدد المعتقلين الإداريين كان تقريباً 350 معتقل، حالياً أكثر من 520 معتقل إداري. خلال أقل من شهر ارتفع هذا العدد، هذا يعني أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الإداري بشكل بسيط وسهل لأنه لا يوجد مساءلة أو محاسبة، ما يعني أن يكون 4 أطفال ما دون 18 أي نوع من التهديد الأمني أو الخطورة الشديدة على أمن دولة الاحتلال يشكلها هؤلاء الأطفال ليزج بهم بالاعتقال الإداري. لأول مرة منذ عدة سنوات يتم إصدار أمر اعتقال إداري بحق مواطن فلسطيني من الداخل المحتل من مدينة أم الفحم. منذ عدة سنوات أيضا لم يتم اعتقال بهذا العدد المرتفع لأسرى من مدينة القدس رهن الاعتقال الإداري، وطبعا مع الاختلاف بإصدار صلاحيات إصدار أوامر الاعتقال الإداري في مختلف المناطق. لهذا أعتقد أنه يجب وفي ظل الإضرابات الفردية عن الطعام، طبعا كل أسير إداري يشعر أنه من واجبه أو هو الوحيد الذي يستطيع أن يواجه هذه السياسة ويعرض حياته للخطر حتى يضمن وضع حد لإنهاء تجديد أمر الاعتقال بحقه، ولكن علينا مسؤولية أيضا كمؤسسات حقوقية وأيضا كقيادة سياسية فلسطينية بطرح ملف الاعتقال الإداري بشكل جدي ومهني وحقوقي أمام محكمة الجنايات الدولية وأيضا أمام كافة الهيئات الدولية، وكما ذكرت منها لجنة التحقيق المرتقب أن تبدأ عملها قريبا. شكرا. قبل أن نختتم لا بد أن نستمع إلى كلمة من عائلة الأسير المضرب على الطعام منذ 40 يوما الغضنفر أبو عطوان ومع شقيقته بنزير بوتو لتتحدث عن العائلة في هذا المؤتمر الصحفي. إحنا اليوم إجينا عشان نوقف على لوحة فنية برسموها جنرات الصبر والتحدي، رفضا وصدا لسياسة الاعتقال الإداري السيف المسلط على أعناق الكثير من الفلسطينيون. 540 أسير اليوم يعاني من هذه الأزمة الحقيقية التي يواجهها أو يفرضها السجان الغاشم والقذر على الفلسطينيون. كعائلة أسير نفذت الطاقات، أهلكنا جدا وتعبنا. نحن اليوم 40 يوم بالفعل سجلت، لسنا على شفا ولسنا نسجل أو نريد أن نسجل أكثر. الغضنفر اليوم يواجه هذه السياسة بأمعائه الخاوية، يقرع صدا ويقول لا في زمن الجميع أو يريد البعض أن يقول سننزل عن هذا الطريق، طريق الحق والنضال، الطريق الذي رسمه لنا أجدادنا من قبلنا، والكثير من الناس الذين دفعوا هذا الثمن غاليا وما زالوا يدفعون. بصراحة ما في إلنا كلمة كعائلة أسير، لأنه الوحيد اللي بإمكانه يوجه هاي الرسالة هو الشخص اللي حاليا بخوض هاي المعركة، معركة الكرامة والحرية وثلة من رفاقه. نحن فقط نريد الحرية عاجلة وقريبة لأخينا الغضنفر أيخمن أبو عطوان، ولا نريد الوقوع في هذه الأزمة مرة أخرى. شكرا لكم. كونه أسير له 40 يوم مضرب عن الطعام، أكيد هنالك تدهور ملحوظ في وضعه الصحي، أكيد بيعاني. في هيئة شؤون الأسرى والمحررين أصدرت تقرير بعد زيارة المحامي للغضنفر قبل عدة أيام. المحامي قال أن الغضنفر تعرض للتنكيل والشبح والضرب، أيضا تعرض لإجراءات صارمة وأيضا مثل المحاكمة داخلية داخل السجن، داخل عفوا السجن.
الغريب في الموضوع أن هذا المحتل السياسة القذرة نحن لا نستهجنها، ولكن ما يقلقنا حقا أنه يفعل كل هذا مع أسير مضرب عن الطعام. الموضوع صعب على غدنفر وصعب علينا وأكيد صعب عليكم كلياتكم، بس في نهاية المطاف إحنا هون موجودين عشان نحكي كلمتنا لا وألف لا للاعتقال الإداري. يعني بالتأكيد نحن سنستمر في نضالنا وفي وقوفنا إلى جانب أسرانا المتواصلون في معركة الأمعاء الخاوية، وإلى جانب جميع الأسرى كما ذكر الإخوة أن هناك حرب شاملة تشنها قوات احتلال إسرائيلي بحق أسرانا. نترك المجال إذا كان هناك أي استفسار أو سؤال للصحفيين سواء لعائلته أو للإخوة الذين تحدثوا لاحقا سابقا. يعني في الختام نشكر جميع وسائل الإعلام ونترحم على الشهيدة ابتسام كعابنة التي استشهدت بالأمس وهي أسيرة محررة، استشهدت يوم أمس على أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية وتم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. دائما نقول الحرية لأسرانا والمجد للشهداء والشفاء للجرحى. نشكر جميع وسائل الإعلام الذين شاركونا اليوم في هذا المؤتمر الصحفي لتسليط الضوء على قضية الأسرى المضربين، ونشكر أيضا عائلة الأسير الغدنفر، ونتمنى الحرية القريبة لجميع الأسرى المضربين ولجميع أسرانا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. شكرا لكم جميعا.